الأخ أبو بينة من جدة، تفضل يا أبا بينة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكرك، الله تفضلك وأحيي الضيف الكريم. الله قبل يحييكم بي. السؤال على الضيف الكريم، يعني أقول أنتم تعلمون يا إخوان، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وحرم من حقوقه المشروعة في الحياة الكريمة والصحية. ثانيا، يعني عنوان حلقتكم هو هل أنت محتاج يعني محامي؟ محدثكم ناقش العمري محتاج لأناس خيرين يحبون الخير والإنصاف، يتضامنوا مع ضد المسؤولين المتهمين باستغلال السلطة والاستجواب بقوة الباطل واستخدام أبواب سد الذرائع، الذين هم لا يؤمنون يعني لا يرغبون ولا يريدون أن يبادروا بالصلح عندك والإصلاح. عندك قضية يعني يا أبو بينة ولا كيف؟ ماني سامع. أقول عندك قضية يعني تبغى تعرض قضية ولا إيش بالضبط استفسارك؟ أنا لي قضية من 4 سنوات في ديوان مظالم ولم يبث في أمرها. تريد استشارة؟ لو على باختصار تختصر أنا القضية. مستغرب، المفروض يعني يعطوني إجابة، هل في استجابة للمظلمة، المطالب اللي في المظلمة؟ يعني أبغى إفادة، هل في استجابة أو لا؟ يعني ليش تجلس هذه الفترة كلها؟ أما بالنسبة للسؤال، إذا تكرمت اسلم. بالنسبة للسؤال، يعني اسلم تفضل. ليش الظلم كفر يا أخوان؟ هذا السؤال اللي أردت أن أطرحه. بارك الله فيكم، شكرا. شكرا لك، شكرا لك يا أبا بينة. دكتور، لو من تعليق، كأنه هو يعني يحس بالظلم، لكن أنا ما فهمت وش قضيته بالضبط يعني. لكنه كان عنده سؤال بس الظاهر تراجع ولا لا؟ لا، سؤال يقول هل هذا يعني الظلم كفر، أو يعني كأنه هو مستاء من وضعه. يقول أنا مظلوم. أيوه. اللي يهمني يعني أبين أنه ولله الحمد لله لا يوجد أحد ولله الحمد لله. يمكن، ما أقول أنه ما يظلم، يمكن يظلم، ونحن لسنا كغيرنا من الناس اللي يقول ندعي العصمة لأحد، فالعصمة ليست لأحد نهائيا، فإنما العصمة لمحمد صلى الله عليه وسلم ولجميع الأنبياء فيما يبلغون عن الله، عن الله جل وعلا. وأما القضاة والولاة وكل من على وجه الأرض فهو غير معصوم، ولكن الذي يفرق نحن عندنا هنا ظلم متعمد أم ظلم عفوي. ظلم متعمد، ولذلك لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أصاب، من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن صحيح. اجتهد فأخطأ فله أجر. يعني حتى هذا الذي اجتهد وأخطأ يعتبر بالنسبة لك أنت يا فلان قد ظلمك، ولكن هذا الظلم هل هو مقصود أم ليس مقصود؟ خاصة يا دكتور، إذا كان مثلا عندنا في السعودية الآن يعني تحكم بشرع الله عز وجل، والقضاء على مستوى حسبهم الله حسبهم موجود طبعا مثل ما تفضلت الظلم وما إلى ذلك، لكن حقه سيأخذ ولو بعد حين، لكن هل من توجيه له الآن يعني يتجه لمحامي معين؟ هو كأنه يعني رأى الدنيا الآن سواد في وجهه، يعني لا يدري أين يذهب. أين أنا يعني أريد أن أقوله، يعني أنا أحب أبين له أنه ليس هناك ظلم متعمد أبدا، وتأكد أنك في هذه البلاد بإذن الحي القيوم لن تظلم ظلما متعمدا. وأما الخطأ في الحكم الذي تراه أنت متعمد، فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث بأنه قد يحكم حكما غير صحيح. عند الرسول صلى الله عليه وسلم هو صحيح، ولكن الحقيقة ليست هي التي حكم بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول قد أحكم لأحدكم قد بحجته، حينما يلحم بحجته قد أحكم له، فمن اقتطعت له قطعة من فإنما أقتطع له قطعة من العذاب فليأخذها ويدعها. أي نعم، فهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا قد يحكم بما ليس حقا لك، وما يحكم بها إلا بما يسمعه منك أنت وما تدلي به أنت. كما القاضي الآن يسمع من الطرفين ثم يحكم، فإن وقع ظلم مثل ما تفضلت، إما أن يكون في نقصان الإدلاء بما أدلوا به إما المدعي ومدعي عليه، أو في نقص الحجة أو غير ذلك، معناه هو الآن يرجع لمحامي أو مستشار قانوني، وإن شاء الله أنه ستتحل القضية. هو من الأفضل، وأنا ما أدري عن وضعه المادية، من الأفضل له أن يولي قضيته لمحام يترافع عنه. ولكن أقول أنا، وهذه وصيتي لكل من يسمعني على هذه القناة، أقول إذا كنت لا تستطيع أن تولي قضيتك لمحام لقلة ذات اليد وقلة المال عندك، فلا أقل من أن تصدر عن رأي المحامي. يعني يكون المحامي عندك هو مثل كالمستشار، وفرق أكيد، فهناك فرق في الأتعاب عند المحامي بين من تستشيره أو من تقول له هذه قضيتي وضعتها في رقبتك فتولها. هذه ستكون لها أتعاب باهظة، وهذه ستكون لها أتعاب متيسرة، وقد تكون أحيانا في متناول الجميع، بل قد يكون بعض المحامين أنه يعمل لك هذه الأعمال بشرط مجانية. هنا ستوقف.